السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام في كل مكان. أهلا بكم حلقة جديدة من برنامج إحنا معاك. أنا بشكر كل الناس اللي تواصلوا معنا وقفوا جنبنا، بشكر كل الناس اللي اتصلوا علينا وقالوا إن إحنا عايزين نساعد الحالات، وبحترم قوي الناس اللي بشوفهم متبرعين في حسابات الجمعية 10 جنيه و5 جنيه و20 جنيه، وأقول لهم ما تزعلوش وما تتكسفوش، احنا لو زيكم مليون مصري شارك معانا في الخمسة جنيه اللي حضرتك اتبرعت بيها هنلم 5 مليون جنيه. 5 مليون جنيه دولة ده احنا نبني بيها مئات البيوت، هنفرح ناس كتير قوي. ياريت تكتروا منكم وتبلغوا زمايلكم ان انتوا لو اخدتم من كل فرد في البيت 5 جنيه في الشهر، مش هقول في الأسبوع ولا في اليوم، نزلتم أحطتوهم في بنك مصر أو في البريد أو في خدمة مصاري بكده وصلت لينا، أو ممكن تطلبوا المندوب يجيلكوا لغاية عندكم. ما تستهونوش بالملابس المستعملة اللي عندكم، بس تبقى نظيفة، تبقوا منظفين عليها، تليق إن تروح لربنا. الحاجات العينية اللي عندكم إحنا محتاجينها، عايزينكم تزوروا مقراتنا في شارع فيصل ومدينة السلام وهضبة حدائق الأهرام ودمياط وقنا وأسوان وغيره. كل واحد ياريت يحط إيده مع قيادة الفروع اللي احنا شغالين عليها، جايز نستفيد منك بفكرة أو بمجهود. مشاهدينا الكرام، الحلقة اللي فاتت عرضنا عليكم حالة أم أمينة. أم أمينة الست اللي ساكنة في بيت يدوبك حيطان من طين وسقف ما يليقش بأم مصرية. أم أمينة الست الأصيلة اللي معانا على الشاشة دلوقتي، اللي ربت وجوزت وأحفادها بيقعدوا معاها وبناتها معاها، وعندها بنت معاقة ساكنين كلهم في البيت ده. البيت ده مفيش فيه حمام، البيت ده مفيش فيه سرير، البيت ده فيه سقف ومفيش فيه سقف، سقف غير آدمي. البيت ده عايز يشال، يتهد، يتبنى من جديد، يتفرش. أقول لهم ده أقصى حاجة ممكن نعملها لكم. عايزين نسعد بنتها المعاقة اللي محتاجة جهاز كمبيوتر، أظن سهلة. في ناس بتتاجر في أجهزة الكمبيوتر كتير، وفي ناس هتتبرع بالثمن. مشهد البيت ده السقف بتاع البيت اللي ما يليقش أبدا إن تكون دي أم مصرية. كنا زمان بننزل قرى بالكامل فيها كتير أم أمينة، دلوقتي بننزل نلاقي 2-3 أم أمينة في القرية. المهم بوجودكم معانا، بصداقتكم، بزكاتكم، برغبتكم في دعوات الفقراء، بإيمانكم إن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، بثقتكم في ربنا اللي قال لكم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط، بإيمانكم إن المرء بيتحشر في ظل صدقته، بإيمانكم إن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. تعالوا بينا نشوف حالة تانية. الحالة دي احنا عرضناها عليكم في الأسبوع الماضي، حالة أمل من محافظة الأقصر. حالة أمل اللي تبكي، حالة أمل الحزينة، حالة أمل اللي بتصرخ فيكم وتقول لكم احنا عايزين نبني بيت. تعالوا نشوف حالة أمل ونرجع لكم. والله وحياة صحتي يا رب ما قضيت حاجة، أنا أرمع في الدنيا عشان خاطر البنات، ولا أخ نافع ولا ابن عم نافع، والجوز عليه رحمة الله سابنا بدري بدري، سابني أنا من كنت حبلة في دي، سابني توفى في الأقصر، عمل عملية وتوفى،
وسابنا على المعايش، بقيت أشال وأدق، يوم نلقى ويوم ما نلقاش. وهنقول الحمد لله، هنقول الحمد لله. هنعمل إيه؟ أما ربنا اللي جابولنا ربنا، هنقول الحمد لله. زي ما عايشين والله بالليل بترعب، أقفل الباب أجيب السلك، والله حط له سلك الباب عشان خاطر إيه؟ بالليل أشبك السلكة دي في الباب ده، بخاف لحسن إيه يعني بيقول في شباب، بخاف لحسن يخش علينا عشان إحنا معناش حد، معناش حد، معنا ربنا أكتر. هنقول يا رب وربنا ينصركم ويبارك فيكم يا ربي، بس تبنوا لي لو أوضة، لو أوضتين تلمينه من التراب وتلمينه من الغبارة وتلم هدوم وهدوم عويلاتي، عايزاش حاجة تاني. الناس تتعالت ربنا يشفين ربك زي بابا. نفسي يعني أختي تتعالج وتبقى صحتها كويسة ويبنونا البيت. احنا أسرة يعني مع بعضينا، أنا وجوزي وابني وبنتي وأمي وأختي، كلنا يعني 6 أفراد في البيت. نفسي يعني لو أوضة تبنوها لنا من أهل الخير، تلمنا كده من التراب والدعك، وشوف الفرش بتاعنا وكل حاجة، كل حاجة مدعوكة من التراب. جوزي رجل أجري، يوم فيه وعشر ما فيش، وربنا سطرنا الحالة، ربك هو اللي يعلمها. يعني عايزين بس تبنوا لنا لو أوضة، أوضة بس تلم يعني الهدوم مدعوكة في ال... صورت وشفت يعني الهدوم وكل حاجة كلها في التراب، يعني مفيش حاجة، يعني ما معناش حاجة بين ايدينا. نفس تعالى ولا اخ نافع ولا ابن عم نافع. لا اخ نافع ولا ابن عم نافع، الله يكون في عونك يا حاج امل. اللي انا عايز اساله للساده المشاهدين اللي اسعدوا ناس كتير جدا معانا في الحلقات السابقه، بجد انا محتاج منكم تتواصلوا معانا على صفحه البرنامج او على الارقام دي وتقولوا لنا كلمه واحده بس، هي الحاله دي ما تستاهلش تساعد ولا لا؟ كلمة تستاهل ولا ما تستاهلش؟ طب ما تستاهلش، طب عرفونا ليه عشان ما عندناش نزاعها تاني، ونقول لها يا حاجة أمل مشاهدين بيقولوا إن إحنا مش هنساعدك، والسبب 1 2 3. أو تساعد، طب بلام تساعد أنتوا ليه ما شاركتوش معانا؟ لما عرضناها الأسبوع الماضي في ناس اتصلت، ناس اتبرعت، بس التبرع اللي جه ما هو يا دوبك ما يجيبش تمن اللوادر اللي هتهد وتنقل الهدد بتاع البيت. طب هدينا البيت هعمل ايه؟ اسيبها في العراء؟ في الاخر هتقول كنت سبتني في بيتي زي ما انا. عرفتوا احنا بمشكله كبيره ازاي؟ ارجوكم ساعدوا حاله امل على الاقل، عشانها متحمله واحده من احباب ربنا، بنتها اللي هي من ذوي الإعاقة، اللي بتقول يا رب شفيني. ممكن نغير البيت ده، ممكن نهده ونبنيه، ما هو المسألة سهلة، شوية طوب على شوية سمنت، ممكن مسألة سهلة. ممكن نغير التراب اللي في البيت ده، وآه لو نمت في وسط تراب، في حر الأقصر وفي برد الأقصر، الناس دي كلها مرضى حساسية، ممكن بقى نغير المعيشة دي شوية، ممكن ننقلهم نقلة تانية، ممكن نساعدهم نفرحهم باللي نقدر عليه. احنا نقدر، اصل احنا 100 مليون، لو 500 واحد بيشوفونا دلوقتي هنقدر نسعد الناس دي، وكتير بيشوفونا. انا عارف القناة مشهودة لها جمهور كبير، والبرنامج ناس كتير بتقابلنا، احنا شفنا البرنامج. انا هعمل انك شفت البرنامج، انا عايزك هتعمل ايه للحاله اللي انا عرفتها. بكرر، لو ما قدرناش نسعد الناس يبقى وجودنا غلط، يبقى احنا بقينا في المكان الغلط. انا بكرر، لو ما ساعدتوش الحالات
هنضطر نقف، والمبادرة نفسها هتقف، مبادرة احنا معاك عشان مصر. ساعتها هنقول ان الميت مليون عجزوا ان هم يسعدوا شوية فقراء قليلين عايشين في وسطهم. عملنا مبادرة لان كل اللي بنشوفهم في الحالات ما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا، فاحنا مش شغلتنا نبني ونأكل ونشرب ونعالج وبس، احنا عايزين نعلم. هي دي مصر الجديدة. عملنا مبادرة محو الأمية بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار لمحو أمية 10,000 أم. بفضل الله عز وجل النهاردة احنا شغالين في محافظة قنا بألف مع 1,100 أم. كلهم بدأوا يتحركوا، واحنا بدأنا نطلب من كل الحالات الغير حاملة لشهادة محو الأمية وبتعرفش تقرأ وتكتب، كلهم بدأوا يأيدوا أساميهم، وإن شاء الله بإذن الله سنة 2019 هتشهد محو أمية 10,000 أم برعاية جمعية البر والتقوى المصرية. قد إيه الناس فرحانة، عندنا ناس في 15 يوم قروا وكتبوا وهيمتحنوا قريب. فأنا بدعو كل الناس اللي بيشوفونا دلوقتي، لو تقدر تمحو أمية حد افتح فصل عندك واتصل علينا واحنا نرعاه. يا كل واحد أمي لو سمحت اتصل على أرقام أيد اسمك وعنوانك ودينا رقم تليفونك واحنا نوصل لك نعلمك في بيتك. عايزين بلدنا مصر من أم تقرأ تبقى بتعرف تقرأ. عيب قوي لما تكون نسبة الأمية في مصر متخطية 29%. الحلقة اللي فاتت سمعتوا الناس فرحانة قد إيه وهي بتشكر الجمعية وهي بتعرف تقرأ وهي بدأت تقرأ الروشتة بتاعتها. عملنا احتفالية بفضل الله عز وجل، رحت محافظة قنا عشان برضو أشكر الناس ونقدم مساعدات اللي انتوا بعتوها. أنا محتاج منكم لكل واحدة بتتعلم بطانية، شنطة غذائية، ممكن ما احنا لازم نشجعهم ولا هتبخلوا بدي برضو. إيه الشنطة بكام؟ يا عم 100 جنيه بطانية، قولي يا عم 70 جنيه ممكن يبقى شنطة وبطانية ونروح للناس دي كده نساعدها. ده مجمع كبير بنبنيه في منطقة اسمها صدر نجع الصدر، تمام، منطقة نجع الصدر في منطقة اسمها قمولة. اخترنا المكان ده بالذات لأن المكان ده مفيش فيه أصلا مدارس خالص وفي نسبة أمية عالية جدا جدا جدا. أهل الخير اتبرعوا لنا بمكان على روح أخوهم، فاعل خير بيبني الجامع، الله يجزيه خير ويخلف عليه ببركة والسعادة. دي المدرسة الوحيدة، يا ريت تقف كده أستاذ سعيد، دي المدرسة الوحيدة اللي في نجع الصدر، عدد السكان حوالي 5,000. دي المدرسة اسمها مدرسة مجتمعية فيها 12 ولد وبنت بس، مفيش إلا هما. دي مدرسة؟ دي مدرسة. أمال فيها الحمامات؟ مفيش حمامات. طب فين السقف؟ بلاش فضايح وتشوف السقف، بلاش. إيه التهريج اللي أنت بتقوله ده؟ والله ما هو تهريج، ده حقيقة. انزلوا وشوفوا الأماكن دي بنفسكم. طب ممكن ولادك يروحوا المدرسة مفيهاش حمامات؟ شفت السبورة؟ اسمها مدرسة الشيخ طيب. الشيخ الطيب. مدرسة الشيخ الطيب. دي المعلمة، 2 معلمات بس في المدرسة، واحد ابن حلال متبرع بالمكان، ادي التخت اللي ما تلقش اصلا بطالب العلم، وادي اهالينا الناس المحترمة المشايخ وهيئة التعليم الكبار ورجال الامن ومندوبي المحافظ والاوقاف اللي شرفونا وحضروا لقاء مع بعض المتدربات والمتعلمات في محو الأمية. مشهد غاية في السعادة بصراحة، كنت سعيد جدا ان انا في وسط الناس ديت. شايفين الاعداد قد ايه؟ دي بقى امهاتنا اللي بتتمحى اميتهم، شايفين؟ ما يستحقوش ان انتوا تتبرعوا لهم ببطانية وشنطة غذائية. معظمهم حالات محتاجة الدعم، محتاجة التحفيز. الحاجة كوثر، ربنا يسعدك يا حاجة كوثر ويرحم زوجك وما يحويك لحد ابدا. المرحوم مختار ابو زيد اتبرعت لنا بعجل. يا ترى تصوير العجل موجود يا جماعة؟ العجل ده اتذبح وتوزع على الناس دي. طب لو 5-6 كل واحدة اتبرعت بعجل لجوزها اللي عايش، انا عارف انك هتقولي لما يبقى يموت ابقى اتبرع له بعجل. طب انت حضرتك ممكن تتبرع بعجل لزوجتك اللي عايشه ولا هتستنى ما تموت برضه؟ لو زوجك مات
ساب لك ثروة هتتبرعي بها لله ولا هتقول أحسن الله يرحمه ولا ما هتصدقي؟ طب لو زوجتك ماتت هتعمل لها صدقة جارية ولا هتقول أحسن أتجوز عليها؟ أنا بهدي النفوس بس أتمنى أن ألاقي إجابة للسؤال. مشاهدينا الكرام، المرحومة هناء أهلها قرروا يعملوا لها بير. تعال نشوف البير الصدقات الجارية للناس الأوفياء. اللهم ارحمها وأسكنها الفردوس الأعلى يا رب العالمين. يلا بينا. ألف رحمة ونور على المرحوم هناء محمد المرسي، على البير بالمطور بالحنفية اللي هي عملت إنها بالبرميل، اللي خدم المسجد الناس يتوضوا والمزارع والشارع واللي رايح واللي جاي، كل ده في ميزان حسنات وربنا يتقبل إن شاء الله، وألف رحمة ونور تنزل عليه وربنا يتقبل في ميزان حسناته وربنا يجزيه خير الجزاء بما فعلته وبما عملته، بحيث ان الناس تستفيد وتتوضا وتصلي وتلاقي الميه موجوده مباشره على طول، والحمد لله يا رب العالمين. اشكر المرحومه هناء على الخير اللي هي عملته وقدمته لهذا الجامع، البير والمطور والميه والشارع والمزارع، نشكرها حسن ختمها ان شاء الله، وان الله يغفر لها. الناس اللي ما شافوش الحلقة اللي فاتت، ناس بتسأل وأكيد أنتوا كمان بتسألوا السؤال ده، هو ما ممكن البير يبوظ ما يشتغلش، أنا استفدت إيه؟ أقول لك تاني، هو الراجل لما سأل كلب سأل كل يوم ولا مرة واحدة؟ مرة واحدة. طيب الراجل لما سأل كلب واحد ولا كلاب كتيرة؟ كلب واحد. طيب حضرتك عملت أو حضرتك عملت البير ده، البير ده هيشرب منه كتير، وانا واثق من اللي بقوله كتير، بس بشر بيعبدوا ربنا، هيتوضى في المسجد ده من بيرك انت او بيرك انت كم واحد دخل يصلي في ميزان حسناتك؟ هيشتغل كم شهر؟ قرية كاملة او تجمع سكاني اتوضى فيه، شفتوا الفرق؟ طب هيبوظ، اهل القرية مش هيسيبوه يبوظ لان ما عندهمش مية اللي هو، واحنا بنعمل متابعة كل فترة على أبرنا، البير اللي فيه مشكلة بنصلح. اطمنتم؟ من أعظم الصدقات الجارية المساجد، من أعظم الصدقات الجارية سقيا الماء. مين هيشارك معانا؟ نعمل على الأقل فوق كل مسجد بير، عشان حتى لو في مية شرب موجودة واتقطعت بقى في بير الناس تتوضى منه وتدخل تقابل رب كريم، أكيد هيبقى حسناتك كبيرة جدا جدا جدا. كم حيوان هيشرب من الحاجة ديت، من البير ده؟ كتير. شفتوا بقى، التاني كان كلب واحد، ده بشر وطيور وحيوانات. مشاهدينا الكرام، الصدقة الجارية هتعرف قيمتها لما تقابل ربنا، لما الناس تقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ادي الصالح اللي حضرتك عملته. مشاهدينا الكرام، قبل ما تسيب البير، من ضمن الحاجات المهمة الزرع. احنا عندنا مزرعة وقف خيري تبع لجمعية البر والطاقة المصرية، 50 فدان. انا بستأذنكم، احنا النهاردة محتاجين نزرع 5 فدادين زيتون. انا محتاج من كل المشاهدين اللي بيشوفونا، من كل واحد بيشوفنا، ان شاء الله 100 شجرة زيتون. عايزين خراطيم لكل فدان، الفدان بياخد خراطيم حوالي 4000 جنيه، عشان نكمل مسيرة زراعة المزرعة الأشجار المثمرة. احنا زرعين 12 فدان عنب و12 فدان سفندي، عايزين نبدأ نكمل ال 28، نزرع 5 فدادين زيتون، زرعين نخل، عايزين نكمل الباقي بعد كده عنب، المهم نبدأ واحدة واحدة. أنا بشكر الناس اللي تعاونوا معانا وخلونا نخلي المزرعة تشتغل بالكهرباء. الحمد لله كده آن الأوان نشجر مزرعة البر والتقوى عشان تشيل أكبر قدر ممكن من الحالات. مشاهدي الكرام، فاكرين أمل الفرج لسه جايين دلوقتي؟ اللي ما شوفهاش في أول الحلقة، الحالة
اللي عندها بنتها المعاقة اللي نفسها في أوضة أو أوضتين تلمهم، عندها بناتها اتجوزت منهم بنت، طبعا هم ساكنين في أوضة واحدة كلهم، فاضطر جوز بنتها ان يسكن معهم في نفس الأوضة هو وعياله. على الأقل هو بيشتغل يوم وعشرة، لا أصبح الراجل هو العائل الوحيد للبيت كله، لأن أمل زوجها ميت، أمل ولادها وبناتها المعاقين بيناموا على المكان ده، حاجة تحزن. ساكنين في البيت ده حيث التراب، وما أدراك حينما يدخل التراب أنف الإنسان ويمر على الرئتين، كلهم مرضى حساسية. بنتها اللي هتدخل علينا دلوقتي، الأمورة دلوقتي ديت معاقة ومحتاجة أي حد يساعدها ويسعدها. عايزين نهدي البيت ده، ممكن؟ عايزين نبنيه. انتوا تبرعتوا بس يا دوبك ما يجيبش تمن اللوادر اللي تهد البيت. احنا عايزين اهل الخير يساعدونا باي شكل من الاشكال في المباني عشان نسعد امل، زي ما فرحنا بحالة حنان او ام حنان، عايزين نفرح بحالة امل والبنت دي نشوفها كده وهي بتضحك وهي مش مصدقة ان في ناس لسه بتحب الخير، في ناس عارفة ان الخير اللي بتقدمه هو ده اللي هيعود لها، هو ده اللي هيقابلها في الدنيا وعند مماتها يوم القيامة. مفيش كفن وليه جيب، ياريت تبلغوا بعض. مفيش كفن وليه جيب، ومفيش قبر بيسمح بدخول فدادين ولا شركات ولا أبراج. الحاجة الوحيدة اللي بيسمح بدخولها في القبر عملك الصالح. ايه العمل اللي حضرتك ناوي تقدمه معانا في البر والتقوى؟ محتاجين 2000 بطانية، محتاجين نزرع 5 فدانين زيتون، محتاجين تبرعك عشان نبني بيت الحاج امل، محتاجين نشجع حالات محو الامية، محتاجين لكل حالة من 1100 اللي بدأنا بهم عايزين شنطة، الشنطة ب 100 جنيه. عايزين نشطب المسجد اللي عرضناه الحلقة اللي فاتت، عايزين على قد ما نقدر نفرح الناس. مشاهدينا الكرام، لو مش هتقدر تساعدنا ما تكسلش، بلغ الناس بميعاد الحلقات. جايز حد يشوفنا في الحلقات اللي جاية ويتصدق ويبقى في ميزان حسناتك. بلغ الناس على صفحتك، خليك صديق فاعل لبرنامج احنا معاك اللي بيتعرض السبت والاثنين الساعة 6 مساء على قناة المحور. خليك صديق فاعل وادخل على صفحة جمعية البر والتقوى المصرية، شير أعمالها وطلباتها. خليك صديق فاعل في الشارع بتاعك، اجمع الملابس المستعملة واطلب سيارة الجمعية تجيلك لغاية عندك. خليك صديق فاعل ان انت تسعد الناس، لان صدقوني السعادة مش لا بتتباع ولا بتشترى. السعادة انك تقدم حاجة للناس وتشوف فرحتهم، هي دي السعادة. ساعتها تفرح قوي، لأن أنت ما أسعدتش ابن آدم، أنت أسعدت ربنا عز وجل. وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، تطرد عنه جوع، تقضي عنه دين. مشاهدي الكرام، داخلين على أيام فضيلة، في شركة محترمة قوي اللي حابب يطلع معانا عمرة أو حج. هنعمل رحلة عمرة في شهر 3، أتمنى تشاركوا معانا في رحلة بتبدأ من 9500 جنيه، بتقدمها شركة الوكالة العربية للسياحة. إن شاء الله أنا هكون في الرحلة دي، اللي حابب يشارك معانا يتصل علينا عشان نوصله بالشركة ونشوف إيه الإجراءات اللي هتتعمل. جايز تدعو لنا دعوة هناك ولا حاجة. اللي حابب يقدم في الشركة دي الحج، في مميزات جميلة جدا هتقدمها لصالح جمعية البر والتقوى المتقدمين عن طريق الجمعية. شكرا وإلى اللقاء.